السلام وبركاته أبنائي وأحبابي طلاب الصف الخامس الابتدائي بمدارس دار الثقافة الأهلية، أهلا ومرحبا بكم ومع درس جديد من دروس العلوم الممتعة. اليوم بمشيئة الله تعالى سنتحدث سويا عن الدرس الثاني من الفصل السابع، وهو درس الغيوم والهطول. سنتعرف على كيف تتشكل الغيوم وكيف يتشكل أيضا الهطول وكيف يحدث الهطول. أولا ننظر إلى هذه الصورة الموضحة أمامكم، ثم نقرأ سويا سؤال أنظر وأتساءل. عندما تتلبد السماء بالغيوم الماطرة فوق مناطق وفوق مناطق واسعة، فسوف يتبعها بإذن الله تعالى سقوط المطر. كيف تتكون الغيوم وكيف تسقط على شكل أمطار؟ السحب أو الغيوم تتكون من الماء المتبخر من البحار والمحيطات والأنهار. ماء البحار والمحيطات والأنهار عندما ترتفع درجة حرارة الشمس فإن هذا الماء يتحول من صورته السائلة إلى صورة أخرى وهي الصورة الغازية، ويسمى حينها بخار الماء. بخار الماء هذا يرتفع في الهواء، وعندما تنخفض درجة الحرارة العلوية، يعني درجة حرارة الهواء العلوي، ويتكثف البخار يعني يتحول الماء من صورته الغازية إلى صورة سائلة، ويتحول عندها إلى ماء وتتشكل الغيوم، ثم يسقط هذا الماء على صورة أمطار. والآن أحباب الطلاب ننتقل إلى بداية الدرس. كيف تتشكل الغيوم؟ كثيرا ما ترى فوق زجاج الحمام عندما تستحم بماء ساخن ترى قطرات متكثفة على سطح الزجاج، وأيضا تشاهد قطرات متكثفة على الأعشاب في الصباح الباكر. إن هذه القطرات هي مصدر هذه القطرات أحباب الطلاب هو بخار الماء الموجود في الهواء. انظر كيف تشكل بخار الماء وتحول إلى على صورة قطرات تشكلت فوق زجاج الحمام وفوق أيضا أوراق الأشجار. بنفس الطريقة تتشكل الغيوم، فإن بخار الماء من الغازات التي تكون الغيوم. عندما تحمل جزيئات بخار الماء إلى أعلى تصعد إلى أعلى تقل الحرارة فتفقد حرارتها وتصبح باردة. عندما تصبح باردة تقل حركة جزيئاتها وتتقارب جزيئات بخار الماء فتكون قطرات، أي أنها تتكثف على صورة دقائق الغبار. ثم تتكثف على دقائق الغبار، ولعلك شاهدت قطرات متكثفة على سطح زجاج الحمام عندما تستحم بماء ساخن، وقد تشاهدها على الأعشاب في الصباح الباكر. إن مصدر هذه القطرات هو بخار الماء الموجود في الهواء، وهي أيضا تتشكل بالطريقة نفسها التي تتشكل بها الغيوم. والغيوم أحباب الطلاب لها أنواع، فهناك الغيوم الريشية، وهناك الغيوم الركامية، وهناك الغيوم الطبقية، ويعتمد شكل الغيوم على الارتفاع الذي تتشكل عنده في الغلاف الجوي. فالغيوم الريشية وهذا هو النوع الأول تتشكل عند أعلى ارتفاع، وتتشكل غالبا من بلورات متجمدة تتكون عند درجة حرارة 0 سلسيوس، وسمناها ريشية لأنها يعني ذات سمك نحيف جدا تشبه الريشة. أما الغيوم التي تتشكل على ارتفاعات متوسطة أو منخفضة فتتكون من قطرات الماء، وقد تظهر هذه الغيوم بلون رمادي أو داكن، ويحدث هذا عندما تكون قطرات الماء كثيفة جدا بحيث لا تسمح بنفاذ أشعة الشمس خلالها. وهذه الغيوم نوعان، فهناك الغيوم الركامية وهذا النوع الثاني من أنواع الغيوم، وهذه الغيوم الركامية سميكة
تتشكل على ارتفاعات متوسطة. أما الغيوم الطبقية وهذا هو النوع الثالث من أنواع الغيوم، تتشكل على ارتفاعات منخفضة. وعندما تكون درجة الحرارة بالقرب من سطح الأرض منخفضة، فإن بخار الماء يشكل الضباب الذي نشاهده قريب جدا من سطح الأرض، فالضباب غيوم تتشكل بالقرب من سطح الأرض. إذا تعرفنا على أنواع الغيوم، هناك الغيوم الريشية توجد على ارتفاعات مرتفعة جدا، ثم الغيوم الرقمية ارتفاعات متوسطة، وأخيرا الغيوم الطبقية التي تتشكل على ارتفاعات منخفضة. أحباب الطلاب، نقرأ سويا سؤال أختبر نفسي أستنتج. إذا لاحظت غيوما رقيقة في السماء، فمن أي نوع من هذه الغيوم؟ فمن أي نوع الغيوم؟ الغيوم الرقيقة ذات السمك رقيق، هذه هي الغيوم الريشية. كيف تساعدنا ملاحظة اتجاه حركة الغيوم على معرفة الرياح؟ الاتجاه التي تتحرك فيه الغيوم في السماء هو نفس اتجاه الرياح عند ذلك الارتفاع. والآن أحباب الطلاب، ننتقل إلى كيف يتشكل الهطول. الله تعالى أفاض في القرآن الكريم في وصف العوامل والأسباب التي تسهم في تكوين السحب وطول الأمطار. قال الله تعالى في سورة النور: ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه، يعني يسوق هذا السحاب ثم يجمعه ثم يجعله ركاما متراكما، فترى الودق وهو قطرات المطر يخرج من خلاله، وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. فعندما تتجمع قطرات الماء في الغيمة يزداد سمك الغيمة ويميل لونها إلى الرمادي، وتصبح هذه القطرات أثقل من أن تبقى معلقة في الغلاف الجوي فتسقط على الأرض في صورة هطول. فالهطول هو سقوط الماء إلى سطح الأرض. وتختلف أنواع الهطول على حسب درجة الحرارة، فعندما تكون درجة حرارة الهواء أكبر من درجة تجمد الماء يتكون الهطول السائل، لأن الماء يعني درجة الحرارة تكون أعلى من درجة تجمد الماء، فالماء يكون سائل لا يتجمد الذي نسميه الأمطار. وفي بعض الأحيان تكون درجة حرارة طبقة الهواء القريبة من سطح الأرض أقل من درجة تجمد الماء، وفي أثناء هطول المطر تعبر قطرات الماء هذه الطبقات التي درجة الحرارة فيها أقل من تجمد الماء، فتتجمد قطرات الماء وتكون مطرا متجمدا. إذا أحباب الطلاب، شكل الهطول يتوقف على درجة حرارة الهواء. أشكال الهطول: ثلج، برد، بلورة جليد، مطر متجمد، قطرات تتصادم، مطر، ماء متكثف. يتكون البرد غالبا يكون البرد غالبا مرافقا للعواصف الرعدية، حيث تتكون الغيمة من قطرات ماء مع كمية قليلة من بلورات الجليد، وعند الهطول تتجمد القطرات وتدفعها الرياح إلى أعلى فتعيدها إلى الغيمة، فيتكثف المزيد من قطرات الماء عليها ويزداد حجمها، وتتكرر هذه العملية عدة مرات قبل أن تسقط إلى الأرض. أما الثلج فيتكون عندما تكون درجة حرارة الهواء أقل من درجة تجمد الماء. تقاس كمية الهطول بوحدات لقياس الارتفاع، أي ارتفاع مياه الأمطار في وعاء عميق مدرج بالمليمترات، ويقاس سمك الثلوج بغرس مسطرات مترية في الثلج إلى أن تصل سطح الرياح، فتقرأ العلامة التي يصلها الثلج على المسطرة. هذا هو مقياس المطر. السؤال أختبر نفسي: إذا كانت درجة حرارة الهواء أعلى من درجة تجمد الماء، فما نوع الهطول؟ بالطبع هطول سائل يعني المطر. ما نوع الهطول الذي يحدث إذا سقطت الأمطار وكانت درجة حرارة الهواء أقل من درجة تجمد الماء؟ بالطبع سيكون مطر متجمد.
إلى هنا أبناء الطلاب نكون قد انتهينا من هذا الدرس، ونكمل حديثنا يعني اللقاء القادم، فنتعرف على الكتل الهوائية والجبهات الهوائية. أترككم في أمان الله وحفظه، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.